بالنسبة للأمور الإدارية الحشاها أيضا نضطر يعني أوضح له من منطلق حتى يعني ما يعتبر هو الوحيد اللي تعرض لهالشيء إذا هذا الكلام صحيح، وبنفس الوقت من حقي ومن واجبي رغم أنه القضية ما لي علاقة بها أني أنه أيضا أوضح لو القضية ما يدور في هذا المحكمة الآن ما يطلع للخارج والله أنا ما أتكلم ولا حرف. إذا قضية ما تخصني، إذا ما تخصني، بس لأنه ما يدور في هذا القاعة يطلع للخارج أشوف من واجبي الوطني أنه أنا أصلح حتى ما يشوه اسم البلد أكثر مما هو عليه. فبالنسبة لي أحكي لك على نفسي، أنا أكثر من شهرين أنا ما مستحم لما تم اعتقالي، ما استحمت لأنه ماكو مكان للاستحمام. مرافق الصحية سيادة الرئيس أول ما تم اعتقالنا ما في مرافق صحية، جابوا بوكلين أكو ساحة بين قدام الموقف، حفروا بالبوكلين بالكيلة مال البوكلين، سووا حفرة والإريد يروح بها يروح، بس طبعا حوطوها بخشب هذا الارتفاع أقل من هذا الارتفاع حتى لما واحد يريد ينزع هدومه لازم ينصي، لأنه أي واحد بالساحة يشوفه من الجنود والمراتب والأخير. فبقينا إلى أن هيئوا، بقينا حوالي شهر ونص على هاي الحالة إلى أن هيئوا مرافق وقمنا نروح للمرافق. مرافق نروح يعني حسب مزاج الجندي، أنا ما أقول كلام أمامك، أنت تقدر شيء كلامي. الآن وضعكم شلون؟ لا الآن الوضع مرتاح، رايح أجيك عليك. حسب مزاج الجندي، ياخذنا الجندي يقول دقيقتين. أنا كنت 8 سنين. الروح ياخذ للمرافق يقول لي دقيقتين، اقول له يعني دقيقتين شلون؟ يقول دقيقتين، والله لما نتعدى دقيقتين يفتح الباب ويفوت علي على التواليت. ها فهاي معامله. موضوع الاكل يعني حكيت لكم بالجلسه اللي فاتت، ولانه الموضوع متكرر ايضا، لاني بشهرين 19 كيلو انا نزلت، حتى نيويورك تايمز ماجازين كتبوا عمود سمعت به عن يقولون برزان تكريتي في المعتقل ببنطرون بجامة وضلوعة ممكن تشوفها بسهولة فيها. فلكن الرعاية الصحية سيادة الرئيس يعني علما أنه دولة كبرى هاي إلى الآن ما تم 7، إلى الآن موجود أنواع الناس تصابوا هم أمراض في داخل أنا أمامك وقضاء وطلبي أمامك 4 مرات أنا دزيت لك طلب بها، أنا بسبب الإهمال والعدم الاهتمام مال الطبابة، أنا سنة وكسور أنا أنزف دم وأطلب منهم بإلحاح يوميا وأسبوعيا، يوميا أنا أقول له لهذا الشخص اللي يجيب الدواء للمساجين أقول له ترى وضعيتي هالشكل وما حد يسمع وما حد يسمع. المحكمة قررت عرضك على لجنة طبية مختصة للتشخيص والعناية المطلوبة الكافية. أستاذ المحكمة قررت. أشكرك أنا ممنون، أنا أشكرك اليوم أشكر قرارك ولكن موضوع الإصابة مالتي تبلغ بها الجهة المعنية بالإدارة. نعم أشكر مشخصة وهم نفسهم مبلغين والمختبر مالهم نفسه سوى التحاليل وثبتت وبلغوني بشكل رسمي. نعم. فإذا موضوع التشخيص قررت المحكمة لا العلاج بس عامل لا أستاذ، بالنسبة إذا أريد نتكلم على هذا الموضوع، هذا الأنواع من الأمراض أكو إشارة لها في القانون، قانون الإصلاح الاجتماعي يقول من يصاب بهذا المرض أنه يطلق سراح، هاي واحد. الشيء الآخر، هذا المرض مو عابر أي طريق، مثلا نطيه حبات أو نطيه الدواء وهذا هو، يحتاج له وضع نفسي،
يحتاج له رعاية طبية، يحتاج له تشيك الضغط والدم بالأسبوع مرة مرتين يأخذون دم تحليل. أنا مع الأسف عندي تجربة بهذا الموضوع لأنه زوجتي راحت بهذا الموضوع. لا بس هاي مداخلة ومتروكة يم ضميرك يا إنصافك ويم القانون. أنا ما أريد شيء امتياز ولا أريد أستعطف أحد ولا أريد أحمل مسؤولية أحد، ولكن القانون هذا يقول والضمير الإنساني أيضا يقول. ولكن أنا أستغرب على هذول القاعدين في منظمة حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ها وهم يعرفون بوضعي قروها بالصحف وهكذا، ولا 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 جواب لمن تنادي، قاعدين على بحيرة ليما ها ومتمتعين بالامتيازات مالتهم العديد من الإنسانية. استاذ بس عندي مداخله بخصوص التاذيب وشكر. نعم وشكر. طلب طلب ومداخله بسيطه تقليل اخذه من عندي. سياده الرئيس، بعد 4 أشهر من اعتقالي سمحوا لي بنصف ساعه يسموها رياضه اكسرسايز، يعني اتمشى. بعد 4 أشهر من اعتقالي سمحوني بنصف ساعة تمشى أمام الزنزانة مالي. بس الجندي إيش وقت يطلعني؟ يطلعني ساعة 1 الظهر في آب. لو إذا ما يطلعني بساعة 1 الظهر يطلعني ساعة 11 بالليل، وقت ما أنا يعني أريد أنام وتعبان. فهاي دعه يطلع وتأخذون استراحة. صار قبل استراحة. بس استراحة حتى تصلون أو. بس دقيقتين ثلاثة. يعني ما راح أطول عليه. نعم. لأن ما راح أثير أي شيء تستحق مناقشة. وعند المشتكي الأخير وينتهي الجلسة. بس أنا أذكرك بال. المشتكي الأخير. هاي المشتكي الأخير. آخر. لا واحد. اليوم واحد جاي. أنا أريد سيادة القاضي. قبل لا هو قبل لا الى مكانه. نعم قبل لا المحكمه تسمع. ها يعني عندك سؤال؟ نعم انا اريد اكمل هذا الموضوع. عفوا يعني انت قبل ما ها نعم يروح اريد يسمع. يسمع أريد يبقى أسمع. خلي يبقى وبعدين من الاستراحه بعد الاستراحه تنطيني كلام اريد اتكلم عنه. كلام بعد ما انتهينا من افاده المشتكي نعطيك الكلام اللي وقت للكلام اللي طلبته. بروميس وعد. بعد تدين الإفادة، بعد ما كملنا الإفادة والمحكمة. هسه تأجلني حتى بالنسبة اللي يتعلق للأخ. لا كمل. اللي كمل هذا كمل إذا عندك شيء مع هذا المشتكي. لا من الشيء الآخر موضوع هو ذكر إنه يساعد الحرس بملء الخزان مال مي مالهم. سيادة القاضي أنا مو أقول لك. أنت أكرر أقول الكلام تسمع من عندي. أنت قادر أن تشيكه. نحن إلى قبل أشهر قليلة من جديد مشاهدينا انقطع الصوت عن جلسة المحاكمة، محاكمة صدام حسين وعدد من معاونيه، بينما كان برزان التكريتي يتحدث وما زال يتحدث عن سوء ظروف السجن للمتهمين في قضية الجيل، وشرح الكثير عما قال إنه يتعرض له وأيضا رفاقه المتهمين أيضا مما يتعرضون له من إساءة معاملة في السجن كما يقول. وكما لاحظنا كان القاضي محمد زركار أمين يريد رفع الجلسة للاستراحة والصلاة، ولكن استأذنه برزان التكريتي لمزيد من الإدلاء بحديث.